تطوير القنوات السعودية هي أولوية، أولوية أولا لدى القيادة. يجب أن يكون تلفزيون المملكة العربية السعودية وكافة القنوات التي تمثل المملكة العربية السعودية رسميا على مستوى يليق بسمعة المملكة العربية السعودية، حتى يعني تكتمل أو يكتمل عقد القنوات السعودية. نتأهب الآن لإطلاق قناة الاس بي سي. اس بي سي قناة جديدة تقدم برامج ثقافية اجتماعية علمية، إضافة إلى خلطة من الترفيه في هذه البوتقة من أو هذه الباقة من البرامج. أهميتها الأساسية أنها تتوجه للشباب، أنها قناة شابة. لذلك أنا أعتقد أن قناة الاس بي سي سوف تكون علامة فارقة في تاريخ الإذاعة والتلفزيون.